ويظل النادي الأهلي الوجهة المشرفة اللي بينال دائما التقدير من قبل العالم، تقدير العالم ممثلا طبعا في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ومش بس المناسبة دي، دائما ما ينال هذا التقدير باستمرار. هذا هو النادي الأهلي. برحب بيكم مرة تانية في الفقرة الحوارية التانية دي. نشرفنا كابتن الكبير كابتن أسامة عرابي، نجم طبعا نادي الأهلي وأحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة المصرية كله، والجندي المجهول زي ما بيقولوا اللي حصد الكثير مع النادي الأهلي والكثير من البطولات. أهلا بيك، مشرفنا كالعادة. أهلا وسهلا بيك يا أسام. أهلا كابتن أسامة. واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك، منورنا. الله يخليك. تعليق حضرتك على التقرير. طبعا، يعني النادي الاهلي طول عمره، مش من السنه دي بس، حديث بقى حديث العالم يعني بالانجازات الكبيره اللي بيعملها، بطولات يعني حدث ولا حرج، من اكثر انديه العالم حصولا على البطولات. فده طبيعي، ده مكانته الطبيعيه، وبالذات كمان في المنطقة العربية والشرق الأوسط هو رقم واحد. وأفريقيا طبعا. طبعا المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا احنا رقم واحد بلا منازع يعني، والحمد لله اسمنا كمان عالميا بقى له وزنه وتقله يعني. الحمد لله. اكيد الحمد لله. كابتن، زي ما حضرتك بتقول النادي بطولات، متعودين على البطولات، وطبعا احنا قدام بطولة مهمة جدا، يعني البطولة الأفريقية اللي جاية، وحضرتك عندك خبرات كبيره جدا وعارف قيمه البطوله الافريقيه وخاصه البطوله التاسعه ديت. حضرتك في حته طبعا اللي اتكلمنا عليها، وطبعا حضرتك مدير فني كبير وهنتكلم فنيا شويه، لكن رؤيه سريعه لتحليلك للمباراتين بشكل كبير. يعني احنا قلنا الذهاب والاياب هي تعتبر مباراه واحده يعني من شوطين. النادي الاهلي استحق الفوز في المباراتين عن جداره واستحقاق، ما كانش فيه اي تكافؤ في اي وجه من وجوه كره القدم. يعني لو اتكلمنا على النواحي النفسيه والمعنويه، النادي الاهلي كان معد افضل من فرقه الوداد. لو اتكلمنا على النواحي البدنيه، واضح الفروق الكبيره جدا في اللقاءين، فروق كبيره في كل حاجه. لما نتكلم في السرعه مثلا، اي كورة فيها سباق بين لعيب ولعيب، النادي الأهلي هو اللي بيتفوق. رد الفعل احنا أسرع، الالتحامات الثنائية، الكرات العالية احنا أقوى، الالتحامات، التحمل طوال 90 دقيقة في المباراة، في الماتشين. احنا شفنا فرقة الوداد يعني هناك بعد الهدف الأولاني، وده كان بدري جدا، تحس فيه انهيار مع الوقت، حتى بدنيا تحس فيه تباعد كبير او في الخطوط، الناس مش قادره ترجع. لما بنتكلم على مثلا واحد زي اسماعيل الحداد وبديع اوكو، وكان هناك مجبي، وهنا كان كازادي كاسونجو، ما بيقدروش يرجعوا حتى مع نص الملعب ولا الهجومي. كان في تحس جاب كبير قوي. فطبعا دي حاجات نفسيه وحاجات بدنيه، وتعالى على الناحيه النواحي الخططيه برضو، تفوق الاستحواذ بتاعنا في معظم فترات المباراتين يعني هناك وهنا، يعني الخطوره على المرمى، السيطره، يعني كل حاجه، الضربات الثابته بنعملها احنا بنجاح، هم رغم ان جالهم عدد من الكورنرز كتير، لكن النادي الاهلي عرف يتعامل معاها، ودي كانت من مصادر قوته. لكن فشلت يعني اكتر من حوالي 11 كورنر هناك و8 هنا ليهم، وما استفادوش من ولا واحده. فخططيا الناس كانت واقفه مظبوط، المدافعين، لعيبه وسط الملعب. فبصراحه الاداء في المباراتين كان جيد جدا، والتفوق كان كاسح بالنسبه للنادي الاهلي.